الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحمد لله القوي المتين العزيز الحكيم العليم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، روى الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر عمر على الشفاء بنت عبد الله أم سليمان وقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. قالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، أي أن تأخره عن صلاة الصبح كان بسبب قيامه لصلاة الليل، فغلبته عيناه فنام فلم يدرك صلاة الصبح. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أيها المؤمنون عباد الله، تأملوا رعاكم الله هذا النصح البالغ والفقه العظيم. أما النصح عباد الله فبتفقده رضي الله عنه للناس في هذه الصلاة وملاحظته لهم وتتبعه لمن يتأخر عنها نصحا وتحذيرا، وأسوته رضي الله عنه وأرضاه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. وأما الفقه العظيم عباد الله ففي كلمة عمر رضي الله عنه تنبيها لمكانة هذه الفريضة العظيمة
ومنزلتها العلية، حيث قال: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وشاهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أيها المؤمنون، هذه صلاة الفجر، وهذا شأنها، بل قليل مما يدل على عظيم مكانتها ورفيع ثوابها وجزيل أجرها. فما شأننا مع هذه الصلاة؟ وما حظنا من هذه الفريضة؟ وكيف مواظبتنا عليها؟ وها هو عمر صاحب تلك الكلمة العظيمة والمقولة الجليلة المتقدم ذكرها في لحظاته الأخيرة من هذه الحياة، معظما لشأن هذه الصلاة. روى الإمام مالك في موطئه أن المسور ابن مخرمة قال: دخلت على عمر من الليلة التي طعن فيها أوقظه لصلاة الصبح. وتأمل رعاك الله، من الليلة التي طعن فيها أوقظه لصلاة الصبح، فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وقام رضي الله عنه وأرضاه وصلى الفجر وجرحه يثعب دما. الله أكبر، ما أعظم هذه الصلاة وما أجل شأنها في قلوبهم، ولهذا عظمت المحافظة عليها واشتدت العناية بها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، حتى في ملاقاة الأعداء وفي صفوف الجهاد. عباد الله، ما حظنا مع هذه الصلاة؟ صلاة الفجر اليوم، ما حظنا معها؟ وكيف شأننا في أدائها؟ عباد الله، إن الواجب علينا أن نحاسب أنفسنا في هذه الفريضة، فإن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كما قال ذلكم عمر رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، إن الخطب عظيم والأمر جلل، والشواغل في هذا الزمان كثرت وتعددت. عاتب رضي الله عنه من تأخر عن صلاة الفجر لأن عيناه غلبتاه بسبب قيامه لليل، فماذا يقال لأولئك الذين يتأخرون عن صلاة الفجر وهم في الليل يسهرون على الحرام ويسهرون على الآثام، بل قل يسهر بعضهم على المباح؟ إذا كان من يتأخر عن صلاة الفجر في سهر في طاعة وقيام لليل وقراءة للقرآن فهو آثم في ذلك، فكيف بمن يسهر في مباح أو يسهر عياذا بالله في حرام؟ عباد الله، لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله، ونزن أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم،
إنه هو الغفور الرحيم.